أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم الخامس من فبراير عام 1979، تعيين مهدي بازركان زعيم المعارضة في عهد الشاه كأول رئيس وزراء لإيران، واستقال قبل أن يكمل عاماً. عام 1999، رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يلقي آخر خطاباً له عن حالة الأمة أمام البرلمان قبل تقاعده. عام 2004، مسلحون متمردون يسيطرون على مدينة غونايف في هايتي. عام 2007، اعتقال ليزا نواك رائدة الفضاء الأمريكية بتهمة محاولة اختطاف وقتل امرأة اعتبرتها منافسة لها. أخيراً عام 2014، الشرطة المصرية تفكك شبكة لتهريب الآثار.